يعني كلمنا عن الفرقه وطرق دفاعها او طرق دفاعها وطرق هجومها كمان. والله وجهه نظري انا الشخصيه يعني لو انا اللي ماسك الفرقه دي في ماتش فاينل زي ده على ملعب محايد يعني الماتش في استاد القاهره الصاله الفرعيه مش في ملعبي وبالتالي هو برده مش ملعب الجزيره فممكن يكون نسبه التصويب للجزيره مش كويسه مش حافظين الحلقه كمان برده نفس الكلام يعني بس انا قصدي اقول ان انا ممكن في وقت من الاوقات العب زون بس مش في البدايه طبعا يعني البدايه لازم تبقى مان تو مان ولازم تبقى اجريسيف جدا ولازم كمان انا وجهه نظري الشخصيه لو عندي فرصه اضغط من اول الملعب اضغط كمان في اول الجيم اضغط بس دي بقى لو عندك تغييره كويسه يعني ما هو احنا انا بقول الكلام ده ليه لان احنا عندنا بدائل كتير برغم الاصابات اللي موجوده عندنا 4 اصابات على اعلى مستوى ولكن اللي موجودين برضو يقدروا يدوروا الجيم ويقدر كابتن علي يعمل روتيشن كويس عن طريق الضغط. عايزك تقول الاصابات واصاباتهم ايه برضو عشان الساده المشاهدين. انا عندنا عندنا طبعا نادين السلعاوي دي رقم واحد في الاربعه المصابين. اصابتها تاكل في الغضروف يا كابتن متهيألي؟ لا الحمد لله ما طلعش تاكل في الغضروف طلع حاجه بسيطه يعني ان شاء الله. الحمد لله. هي بس سوء تصرف منها عملت حركه كده بعد باسكت او بعد فوز جيم حاجه كده بتتزحلق على الارض ستايل محمد صلاح فركبتها على الباركيه فركبتها اتنت بزياده فتعصر الغضروف شويه فالحمد لله من الاشعاعات والكلام ده مفيش حاجه الكلام ده عندنا في مصر ده هي ان شاء الله عادي بس مش لازم يعني عندنا لو حد احتفل بحاجه بعد كده بعد ما تجيب جون ترجع اتعلمت اظن كده نادين اتعلمت يا كابتن وان شاء الله الحمد لله هي بدات فعلا بالفعل تاهل وان شاء الله في خلال اسبوع 10 ايام هتبقى في الملعب حلو ان شاء الله النور علي طلعت طبعا دي اللي اصابتها كبيره شويه البيفوت اساسي الفريق ربنا يعافيها يا رب ان شاء الله حادثه عربيه دي قدامها مده طويله يعني مش طويله قوي يعني بتتكلم في شهر شهر ونص ان شاء الله بس هترجع يعني كله تمام عملت العمليه وكله تمام الصفقتين بتوع نادي هليوبلس فريده وائل ونهى شتا نهى شتا كورونا ربنا يعافيها هي خلاص اتعافت يعني بس طبعا لازم فتره كده تبقى معزوله وفريده وائل اصابه يعني صعبه شويه تيجي بس يعني هي كسر في الانكل يعني هو سبلين انكل جامد قوي فحصل كسر وعمليه خلاص هي خلاص يعني هي بتاهل لكن الاربطه في الانكل بتبقى اهم من العظم طبعا. العظم ممكن يلم بسرعه بس هي حاليا بتاهل خلاص ان شاء يعني الله برضو قريبا فالاربعه دول لعيبه الاربعه لعيبه سوبر عشان كده كنت في بدايه كلامي بقول لك لو احنا فول تيم كاملين من غير اصابات مش المنطقه